الحاج مظهر من سوهاج، برحب بحضرتك يا حاج مظهر. اهلا بيك، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب يا حاج حبيبي مظهر. وانت طيب يا حبيبي، وخالص تحياتي ليك بشكرك. ولجهاز الاعداد والقناه المحترمه دي، وبهنئكم بثوبها الجديد ديتي لسان الفلاح المصري. الف شكر يا حاج مظهر، بشكر حضرتك. عفوا يا حبيبي، عفوا يا حبيبي. والنبي يا سامح بيه، يمكن انا النهارده حبيت اعمل مداخله عشان في نقطه كده احب انوهها لاخواننا الفلاحين والمصريين بصفه عامه. من اخ ليهم عايش في صعيد مصر، اللي اخواننا مصر الايام دي بتعيش او بتخوض حرب بقاء. في الاونه الاخيره ظهرت بعض الاقاويل وبعض الدعوات وبعض وبعض وبعض. فاحنا نقول زي ما قال السيد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي، احنا بنخوض تجربه، هننفذ التجربه مع بعض بحلوها ومرها. لازم نشتغل، ومن هنا بستغل هذا المنبر الحر وبوجه نداء لاخواننا المزارعين على مستوى الجمهوريه، ما تنظرش وراك، ازرع، اعمل، انت بتامن ليك ولولدك بعد كده، لانه ما جرى في الدول المجاوره اللي احنا نسال الله ان يمن عليها بنعمه الامان ويرجعها لاهلها، خير مثل نقتدي به او نتعظ به. يا اهلي اوصيكم خيرا بجيش مصر وبشرطه مصر وبقضاء مصر، احنا نسيج واحد. وهني اني يعني يشرفني ان اقتبس مقوله لقداسه البابا شنوده رحمه الله، لما بيقول انه مصر دي ليس وطن نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا، فعلا وطن يعيش فيني. فبقول لاخواني وللاخوه الشباب، يا اخوانا انظروا حولكم، بصوا على الدول اللي هي اصبحت رعاياها تتسول العالم بحثا على لقمه العيش زائد الامان. فانا ممكن يا سامح بي اختلف مع النظام، وارد، الاشخاص زائلون، اختلف مع سياسه معينه، وارد، دي سنه الحياه. اما اني انا اختلف مع وطن استظل بسمائه وامشي على ارضه واشرب من نيله، حتى لو كان الوطن ده رصيف، اني اخر الليل بنام عليها، على الاقل بيوفر لي نعمه الامان. لانه انت لما ترجع للقران الكريم، سيدنا ابراهيم زمان لما ادعى لمكي قال ايه، ما سالهاش الرزق، قال ايه، رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات. شوف جاب الرزق بعديها، بعد نعمه الامان. صح. نعمه الامان يا استاذ سامح لا تقدر بشيء. فانا بدعو الاخوه وبدعو كل المستمعين، حافظوا على مصر، مصر مصر لن تعوض، حافظوا على بلدكم. بص، الرزق بيد الله، هو خلقني مكفل، نحن ناخذ بالاسباب نشتغل. اما الشباب للاسف الشديد اللي بيدعي انه ما فيش وسائل او ما فيش فرص عمل، انا بقول لهم الاخوه السوريين احنا احتضناهم 5 مليون سوري بنسبه 100% فتحوا مشاريع، جابوها منين المشاريع دي؟ ما هي على الارض بلدك، لازم تطلع تشتغل يا استاذ سامح. صح. ما تقعدش على القهوه، شوف ابوك بيقدح ازاي، يا شاب شوف امك بتقدح ازاي، اطلع اشتغل، بلدك ملياني، اطلع. او في مشروع المليون ونص فدان الذي وعد فوفى السيد الرئيس فيه، وانا استغل المداخله دي واقول له الف شكر، وعدت فاوفيت ولم تخزلنا في السابق فلم نخزلك اليوم. شاء الله. فسير، احنا معاك وراك، انت رجل صادق ونحن وثقنا فيك وحملناك الاماني، وربنا هيعينك عليها الاول. أهلا. ونحن معاك والمصريين الشرفاء كلهم معاك. شاء الله. وخالص تحياتي ليك يا حبيبي. الف شكر يا حاج مظهر. عفوا. بشكر حضرتك يا حاج مظهر على هذه المداخله القيمه، رمز الوطنيه والشرف الفلاح المصري، ووعيه الشديد بأهمية بلده وبأهمية تراب بلده، وإزاي إن أنا أحافظ على الوطن وعلى نعمة الأمن اللي إحنا موجودين فيها في بلدنا، وإن إحنا إزاي نحاول ننمي من بلدنا وننمي من اقتصادنا ونشتغل بجد، وإن إحنا نخلق العمل بإيدينا ويكون عندنا عزيمة. مفيش حاجة اسمها مستحيل. لما نيجي نشوف القطاع الزراعي بنشوف إن إحنا عندنا محاصيل جدا، نقدر إن إحنا يعني نعيد أو يكون في تصنيع زراعي بسيط جدا ليها، علشان نقدر ان احنا نعمل مشاريع صغيره. الجمعيات الزراعيه النهارده ممكن تحتضن الشباب من ابناء هذه القرى وتدمجهم في مشاريع، ده مهم جدا النهارده.